حياكم الله مجددا في هلا قطاع العقار، السوق العقاري، التحسينات الكبيرة التي تحدث اليوم في هذا السوق، الثغرات التي نتمنى ونأمل أن تسد ويكون أفضل، المهتمين بهذا القطاع ما بين أفكار وحلول تطويرية كثيرة للسوق وما بين متابعة للمستجدات والأحداث في هذا السوق، سنعرفها الآن في هذه اللحظات مع ضيف المهندس أحمد الفقيه المستشار والمحلل العقاري. مهندس مساء الخير وشكرا لقبولك لك الدعوة. يا هلا، مساء النور، حياك الله انت الجميع مستمعين مشاهدي اليوم. اهلا وسهلا. اليوم كيف شايف المشهد استاذ احمد؟ مهندس احمد، يمكن انا التقيتك قبل سنه ونص تقريبا وذكرت نقطه مهمه وقلت ان السوق السعودي لا زال السوق يحبو مقارنه بالاسواق الدوليه. اليوم في خلال السنه ونص شهدنا الكثير من التنظيمات والتشريعات، شهدنا نظام الاوساط العقاريه، شهدنا إطلاق البورصة العقارية، شهدنا نظام التسجيل العيني ومجموعة كبيرة من التشريعات، وهذا شيء جدا جميل ورائع ويبشر بالخير. ولكن نعود مرة أخرى ونقارن مع الأسواق الدولية الناضجة، السوق البريطاني، السوق الأمريكي، السوق الأسترالي، سنجد أن هناك نقاط يجب أخذها في الاعتبار، ولا شك أن هناك ثغرتين مهم جدا الالتفات لها يعني وضع تشريعات لازمة لها حتى نصل بالسوق إلى مخرجات أفضل وإلى شفافية وحوكمة أفضل. نعم، طيب بنيجي للنقطتين هذه ونأخذها بالتفصيل، بس خلنا نأخذ الأمور واحدة واحدة. الآن التنظيمات هذه اللي ذكرتها خلال هذه المدة الزمنية، كيف سيكون أثرها على تنظيم السوق وعلى الارتقاء به إلى مرحلة أفضل؟ يعني خلينا نأخذ مثلا نظام الوساطة العقارية. نظام الوساطة العقارية اليوم قام بعملية تنظيف كبيرة جدا للمعروض في السوق، وأظهر المعروض الحقيقي وأخرج الفئات المتطفلة وغير النظامية من السوق. هذا الكل يشهد بذلك. حاليا احنا في وضع أفضل بكثير، سوق منظم بشكل أفضل بكثير. هذا مثال بسيط، البورصة العقارية إطلاقها الرسمي اللي كان قبل أعتقد شهر من الآن أيضا وضع نوع من الشفافية ونوع من الحوكمة لظهور السوق بشكل اكثر تنظيم، خصوصا ان هناك خدمات ظهرت لاول مره في البورصه العقاريه وشرحنا عنها في حسابي في تويتر، لذلك او في منصه تكس. لذلك كل تنظيم يظهر يجعل السوق افضل في الخدمات، في الحوكمه، في الشبابيه، في حقوق المتعاملين من جميع الاطراف، سواء كان متعامل او مشتري او وسيط او خلافه. جميل، هذا فيما يخص الوساطة، غيرها من التنظيمات اللي تشوف أنه أثرها إيجابي وجيد على السوق؟ البورصة مثلا أظهرت الحراك الحقيقي، لأنه كنا خلينا نقول كان المتعامل محجوب عن ما يحدث بالضبط في السوق. رأينا أسعار حقيقية، رأينا بائعين حقيقيين بدون حتى وسطاء يقدمون، رأينا نقل ملكيات بشكل مباشر، بدأ العامة يتشربون ثقافة أن يكون هناك حراك وأن تكون هناك صفقات وأن تكون هناك مؤشرات. هذه كلها لم تكن موجودة قبل سنة من الآن، لذلك نحن في الطريق الصحيح. أعتقد أن الجهات المختصة سواء كانت الهيئة العامة للعقار أو وزارة العدل أو الجهات ذات العلاقة، أعتقد أن نحن في الطريق الصحيح، والسوق العقاري السعودي يتجهز تدريجيا إلى أن يكون سوقا دوليا. جميل، إذا تسمح لي مهندس أخذ فاصل وأرجع أكمل حواري معك. فاصل ومكملين. حياكم الله مجددا في هلا، ضيفي عبر السكايب المهندس أحمد الفقيه المحلل والمستشار العقاري. مهندس مساء الخير. يا هلا، مساء النور. كنا نتحدث قبل الفاصل عن أهم النقاط الإيجابية اللي دفعت بالسوق خلال الفترة، خلني أقول القريبة القادمة، ما الذي يحتاج مشهد العقار من أجل أن يتطور أكثر؟ يحتاج مزيد من الحوكمة. السوق لا زال في بداياته كما ذكرنا من ناحية الأنظمة والتشريعات، لذلك نرى أن هناك تشريعين مهمة جدا وجودها. طبعا التشريعين هذول خليني اقول لك مثلا على سبيل المثال، كان هناك سيده اعمال سعوديه وضع يعني قامت بورش عمل في الرياض وفي جده، وكان لي شرف الحضور لتسلط الضوء على السوق البريطاني وماذا يعمل هناك. لذلك وجدت هذه
النقطتين من ضمن النقاط اللي فعلا السوق يحتاجها، وكان هناك إيه. حديث مع عقاريين بريطانيين في تلك الورشة. السوق يحتاج إلى حاجتين أنا أعتبرهم إلى الآن ثغرتين مهمة ولها آثار سلبية على المتعاملين وعلى حتى المستثمرين. الجزئية الأولى وهي مهمة جدا هي تقييم العقار. تقييم العقار للأسف أن العروض التي تعرض يشوبها الكثير من الضبابية في استحقاق السعر وقيمته السوقية الحالية. لذلك وجود مقيم، اليوم احنا التقييم العقاري نراه في زاويه صغيره جدا جدا، الا وهي اما المنشات الكبيره تكون في الصفقات الكبيره يقيم، لانه البنوك نجدها في جزء من هذه الصفقات كممول، لذلك البنوك تحرص على تقييم العقارات التي ستمولها، او نجدها في المستحقين من وزاره الاسكان من المواطنين، البنك يقوم ايضا بتقييم الوحده بقيمتها العادله ويضعها، وهذه نقطه مهمه جدا. لذلك بقيه المتعاملين وهم السواد الاعظم لا توجد لديهم هذه النقطه المهمه جدا، لانها ستسهم اولا في وضع القيمه العادله للعقار، وهي التي ستحجم من الطلبات الجزافيه التي يطلبها ملاك العقارات احيانا وليس دائما. فهذه نقطه جدا مهمه. ثانيا تعطي المتعامل سواء كان مشتري او غيره القيمه، تكشف له القيمة العادلة السوقية، لأن التقييم هو وأنا أحد المقيمين يقوم على عدة طرق بحسب نوع العقار. لذلك وجود التقييم بشكل إلزامي في الصفقات العقارية أعتقد أنه سيضفي مزيدا من الشفافية والحوكمة ووضع الأسعار العادلة لبعض بعض نعم. مين اللي يقوم بعملية التقييم الآن؟ يفترض حاليا هناك فئتين تقوم بشكل اجباري وهي مرتبطه بالحالتين بالبنوك، وهي طالبي السكن بمعنى انه اي احد راح يشتري شقه من السوق وهو عنده قرض عقاري من البنك، سيقوم البنك بعمليه التقييم حتى يتاكد من السعر السوقي العادل لهذه الوحده. هذا فيما يخص المواطنين. فيما يخص الشركات الكبرى التي تشتري عقارات ضخمه، هذه ايضا لانه جزء من شرائها يكون عاده غالبا عن طريق تمويل بنكي، يقوم ايضا يطلب من البنك ان يقوم بتقييم هذا العقار عبر 3 مقيمين معتمدين من الهيئه السعوديه للمقيمين المعتمدين. نعم، وهذا شيء ممتاز يعني. مهندس شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في هلا ولهذه الرؤى العقارية. شكرا للمهندس أحمد الفقيه المستشار والمحلل العقاري. الشكر الأكبر لكل من تابع هذه الحلقة من يا هلا، غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. تصبحون على خير.